خاليا من العنف وجميع الأعمال الأخرى التي تهدد السلام والاستقرار. ده لازلنا كل ده في الرابع لسه. واستنادا إلى هذا فإن حرف توكيد ونصب، فإن منظمة التحرير الفلسطينية تنبذ اللجوء إلى الإرهاب. من اللي قال العنف ومن اللي قال الإرهاب؟ ولا إسرائيل؟ إسرائيل مية مية، إسرائيل في القانون الدولي مية مية، لأن إسرائيل تطالب فتح بالتزاماتها. فلماذا تصب لعناتكم على العدو وتتركون الذي علمه العدوان وشرعنه له؟ لماذا تصب لعناتك على كلب ولم وتعفي من لعناتك الذي أنشأ في بلادنا مزرعة الكلاب والخنازير؟ ما خلصناش، لا زال البند الرابع مفتوح. ان ينبذ العنف واللجوء الى الارهاب واعمال العنف الاخرى. اسمع، وستتحمل وستتحمل مسؤولية جميع عناصر وموظفي منظمة التحرير كي تضمن، كي تضمن. تضمن دي في القانون كتاب، تضمن في القانون كتاب، واللي كاتبها عارف. لأن الالتزام في القانون نوعان: التزام ببذل عناية والتزام بتحقيق غاية. يعني عندما نقول مثلا منع تسلل الإرهابيين يقول لك والدولة تبذل كل جهدها في حراسة الحدود، لكن لو قال وأنا ألتزم بضمان عدم عبور متسلل، الالتزام هنا التزام بنتيجة واضحة؟ واضحة. ويقول لك وستتحمل ضمان، ده التزام إيه؟ بجهد ولا بنتيجة؟ بنتيجة. إذن دحلان كان بينفذ الاتفاق حتى تعرف من المجرم، حتى تعرف من الخائن، حتى تعرف جوهر الخلاف وكيف يعالج. وتتحمل او ستضمن وتضمن اذعانهم وتمنع الخروقات، تمنع الخروقات وتتخذ الاجراءات التاديبيه. فتحه هتادب اللي يحارب اسرائيل، فتحه هتادب اللي يعتدي على اسرائيل، فتحه هتادب من يمارس عنف على اسرائيل، فتحة هتأدب من يمارس إرهاب على إسرائيل. ده التزام مكتوب عليه توقيعات. وبالنظر إلى الوعد بعصر جديد، همر بسرعة عشان الأستاذ الكريم الأستاذ سعد. وبالنظر إلى الوعد بعصر جديد وإلى توقيع إعلان المبادئ واستنادا إلى القبول بالقرار مجلس الأمن، تؤكد منظمة التحرير الفلسطينية أن الميثاق الوطني الفلسطيني من الذي تغير؟ اسمع العبارة دي هتقول لك ومن الذي تغير؟ تضمن تؤكد أن بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنكر على إسرائيل حق الوجود وفقراته التي لا تتلائم مع الالتزامات الواردة في هذه الرسالة ستصبح ملغاة وغير سارية المفعول بعد الآن. وبالتالي فإن منظمة التحرير تتعهد بعرض التعديلات الضرورية المتعلقة بالميثاق الوطني الفلسطيني على المجلس الوطني الفلسطيني للحصول على موافقته الرسمية. واضمن لك التوقيع. احنا بنزور الانتخابات واحنا بنجيب النواب وما تقلقش هيمضي. كل اللي عندنا سقيفة بيصحوهم من النوم يقول له الرئيس بيصوت يقول له موافقة، وينام يقول له هنسقف وينام. نفس الكلام.
هذه الالتزامات الخمسة، رد عليها إسحاق رابين بأربع سطور. أنت سمعت الالتزامات فتح؟ اسمع بقى الالتزامات القاسية بتاعت رابين، اسمع الرد القاسي والتنازلات المؤلمة، مش كانوا مسمينها كده، التنازلات المؤلمة اللي قدمتها إسرائيل. التنازل المؤلم بيقول من رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحاق رابين إلى رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات: ردا على رسالتكم، بص علقوا منين، ردا على رسالتكم عشان تعرف مين اللي بدأ، وإن جنحوا للسلم فاجنح له. أهو مش عرفات اللي بدأ، يبقى إسرائيل اللي جنحت أهي. الشيخ العزري أهو، أهو مش إسرائيل اللي بدأ، مش فلسطين اللي بدأت، يبقى إسرائيل تجنح، صح ولا لا؟ ما هو أنت تشوف راح تقول عليه جاي، تشوف وش تقول قفا وطلع له مناخير ما تفهمش فيه إيه. ردا على رسالتكم المؤخرخة 9 سبتمبر 93، أود أن أؤكد لكم أنه في ضوء التزاماتكم الواردة في رسالتكم، اسمع، قررت حكومة إسرائيل الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وبدء المفاوضات. الله أكبر، زل إسرائيل، شفت الزل الإسرائيلي ده؟ اعترفهم، اعترفهم، قال له أنا هديك تاج الجزيرة، لبسوه السلطانية وخد تاج الجزيرة، خد تاج الجزيرة، لا لقيتها عمة، مش عايز أقول كلام تاني. من الذي تغير؟ ياسر عرفات أجرى التعديلات الآتية. من الذي تغير وما جوهر التغيير؟ ياسر عرفات أجرى 7 أنواع من التعديلات على الميثاق الوطني الفلسطيني إجمالا في دقيقة. الميثاق الوطني الفلسطيني يتكون من 30 مادة. الميثاق الوطني الفلسطيني يتكون قصدي من 33 مادة، تم تعديل 28 مادة من 33، تم تعديل 28 مادة من 33. من الذي تغير؟ المواد الملغاة هي المواد التي تتبنى الكفاح المسلح، إلغى تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، إلغى ربط المواطن الفلسطيني بتاريخه وجغرافيته وأرضه وانتمائه، إلغى حق العودة، إلغى الالتزام العربي القومي بتحرير فلسطين، إلغى إلغاء المواد التي تدين الصهيونية باعتبارها حركة عنصرية، إلغى إلغاء المواد التي تعتبر قرار التقسيم قرار باطل، إلغى إلغاء المواد التي تعتبر أن وعد بولفور باطل، إلغى. يعني وعد بولفور صح، وقرار التقسيم صح، والصهيونية صح، ودولة إسرائيل صح، وحق العودة غلط، والجهاد الفلسطيني غلط، واستعمال السلاح غلط، ومقاومة الاحتلال غلط، ولا إله إلا الله إسرائيل حبيب الله، ده مضمون الميثاق الوطني الفلسطيني. من الذي تغير؟ مطلوب من حماس أن تعترف بما اعترفت به منظمة التحرير. من الذي يقبل؟ من الذي يقبل؟ هذا هو الخلاف. الشاطر يحله، الشاطر يحله. إذن خلاصة الكلام، المطلوب هو خروج المقاومة من المعادلة السياسية، لأن المعادلة السياسية أصبحت، المعادلة السياسية يا جماعة الآن أصبحت كامب ديفيد، أوسلو، وادي عربة، واي ريفر، كامب ديفيد، أوسلو، وادي عربة الأردن، واي ريفر اللي هو الاتفاق الأمني والتنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين العرب وإسرائيل. خلاصة الكلام أن إسرائيل سيدة الموقف، وكل الأنظمة العربية غفر عند إسرائيل.